فضيلة الشيخ، منكرات ولاة الأمور العامة هل يجوز إنكارها علانية وعند عامة الناس؟ المنكر يجب إنكاره بقدر المستطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. لكن إذا ترتب على إعلان المنكر من بعض الناس ما هو أشد ضررا من السكوت، فإن الكلام حينئذ يكون منكرا، لأن نقل الناس من منكر إلى ما هو أنكر أشك أنه كناية ومنكر. فإذا رأينا من ولاة الأمور ما ينكر عليهم شرعا، الواجب أن نحاول إنكار هذا المنكر. لكن ليس معنى الإنكار أن نطلق ألسنتنا بسبهم وشتمهم المنابر والمجانع، الإنكار أن نسعى بإزالة هذا المنكر. وذلك بالاتصال بهم إما مباشرة وإما عبر قنوات يمكن أن نوصل ما نقول إليهم، وحينئذ تقوم عليهم الحجة ويجب عليهم الرجوع إلى قول الله وقول رسوله. فإن لم يفعلوا فعلينا أن نصبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. والعاقل إذا رأى ما يترتب على إعلان الإنكار على ولاة الأمور عرف أن هذا سبيل غير صحيح، أعني الإنكار علنا على ولاة الأمور. ولكن لماذا لا نبين للناس أن هذا الشيء المعين منكر؟ مثلا إذا قيل إن تمكين ولاة الأمور من إقامة بيوت الربا التي تكون ضمن البنوك، لماذا لا نقول للناس: أيها الناس، إن الربا محرم، اجتنبوا هذه المعاملات الربوية التي تكون في البنوك. إذا رأينا في وسائل الإعلام ما ينكر، لماذا ينصب جامنا على الإنكار على ولي الأمر؟ ولماذا لا نقول: أيها الناس، اجتنبوا هذا فإنه منكر؟ حتى إذا صلح الناس فإن الأمة هي الأفراد. واضح. فإزالة المنكر تكون بالتي هي أحسن وبسلوك أقرب الطرق إلى إزالة المنكر والقضاء عليه.